وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن التوكل لله خاصة، فهل على الله على الله أن التوكل على الله خاصة، نعم، فهل يجوز أن يقول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك؟ لا لا، هذا اللفظ خاص بالله عز وجل، أما المخلوق فتقول له وكلتك في كذا، ولكن توكلت عليك. نعم.